السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات. منهج كنكت برايم 3 الصف الثالث الابتدائي معاد النهارده مع يونت 2 الوحده الثانيه بارت 2 الجزء الثاني. زي ما انا مفهم حضراتكم ان احنا عاملين شرح الوحده على فيديوهين، جزء اولاني وجزء ثاني. اوبن يور بوك، افتح كتابك، بيج 24. احنا بنشرح من كتاب المدرسه بحيث يكون في مبدا تكافؤ الفرص بين كل الاولاد، واللي عايز يجيب كتاب خارجي ووقف عليه سؤال يحل فيه اكسرسايزز وكده يكتب لي سؤاله في الكومنت وانا هرد على حضراته. سيب لك تحت اللينكات للصفحه اللي على الفيسبوك وعلى الجروب وقناه التليجرام والواتساب لو انت حبيت انك تسالني في اي سؤال، انا تحت امر حضراتكم جميعا. بيج 24 صفحه 24، النهارده معانا الفونكس مع البي زي بي. ليرن ساوندز ويز بي زي بي. تعالوا نتعلم يا حبايبي الاصوات مع النحله النشيطه. النهارده عندنا السي والكي والاس كي. السي والكي هنا اخوات، اصحاب، حبايب، بيقولوا انت هتنطقنا حرف واحد، حرف الكي. لكن الاس كي هننطق الحرفين مع بعض، لكن خلي بالك وانت بتنطق الاس كي ما تجيبش اي في بدايتها كده، زي ما هقول لك كده. listen and repeat، استمع وردد. اول كلمه زي ما احنا شايفين كده، طفل مريض، سيك سيك سيك. لاحظت ايه؟ ان السي والكي نطقناهم كي. طيب تحتها اللون الاسود، بلاك بلاك بلاك. طيب تعالى معايا الكلمات الاس كي، سكن سكن سكن. جيبه، سكيرت سكيرت سكيرت. سماء، سكاي سكاي سكاي. طيب ايه الخطأ بقى اللي حبايبي بيقعوا فيه؟ اللي هو كلمة مثلا اسكن، تلاقي بينطق كده حرف الاي في الاول كده، اسكيرت اسكاي. تلاقي بعض الاولاد كده وبعض البنات بدون طبعا ايه ما يكون قاصد، طبعا انا عارف ان هو مش قاصدين، هي بدا بالاس كي، ولكن تلاقيه بيجيب حرف الاي كده في النطق غصب عنه. لكن انا عايزك تقف على الاس وتخطف الكلمه كده، سكن سكيرت سكاي. بيزي بي في اكسرسايز 2، listen and write، استمع واكتب. هتسمع بعض الكلمات اللي فيها الاس كي وفيها السي والكي، هتكتب الكلمه وتركز على الساوند بتاعها، هو سي وكي ولا اس كي. صفحه سهله وبسيطه وجميله. عندنا هو 5 words، خمس كلمات. طبعا لو في كلمات خارجيه كتير استعين بيها واحفظ كتير. كل ما تحفظ كلمات كتيره في الانجليش كل ما هتكون مميز واشطر من زمايلك. وعايزك تكون مجتهد وعايزك تكوني مجتهده وتفكر دايما في المركز الاول. تعالوا يلا ننتقل لصفحة 25. زي ما احنا شايفين كده ان بيج 25 مركزة على writing skills، مهارات الكتابة. make questions and writing correctly، يعني اصنع اسئلة واعمل اسئلة واكتبها بطريقة صحيحة. listen and complete، استمع واكمل. هتسمع جملة من المس او من المستر اللي عليك في الكلاس. الجملة طبعا هي اللي قدامك دي، ولكن ناقصة بعض الحروف وبعض الكلمات. تعالوا نكتبها مع بعض. وطبعا مركزة على ايه؟ ها السي كي والاس كي. في كلمات جديدة كماني هنشوفها في اكسرسايز 1. listen and complete، استمع واكمل. number 1، the duck is black. the duck، duck اللي هي الايه؟ البطة. حرف الدي مكتوب ناقص ثلاث حروف، ها missing letter ايه؟ برافو، يو سي كي. اكتب يلا، يو سي كي. The duck is black. طيب number 2، the girls skip in the garden. skip skip بينطوا الحبل. اكتب معايا يلا، اس كي اي بي. The girls skip in the garden. 3، the boy kicks the ball. the boy kicks the ball. حرف الكي مكتوب، اكتب يلا بعدها، اي سي كي اس. هنضيف لها اس المفرد اللي بتكون على الفيرب في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط. فاكرين الاغنيه بتاعتنا اي وي يو ذي؟ تاخد المصدر بس، هي شي ات مصدر زائد اس. هتلاقي في اغنيه كده سايبها لك تحت في اللينكات، احفظها، اغنيه سهله تحفظك البريزنت سيمبل تنس المضارع البسيط. listen again and say، استمع مرة أخرى وقل نفس الإيه؟ الجمل. طب تب النصيحة المظللة بالأصفر دي، when we write questions، لما بنكتب الأسئلة we use، بنستخدم a question mark، علامة الاستفهام طبعا في نهاية الإيه؟ السؤال. trace the question mark
علامة الاستفهام دي تعمل عليها يلا تريس، يعني تتبع بالنقاط طبعا ايه من فوق لتحت up to down. فعندنا ثلاث جمل، تعالوا يلا نكتبهم مع بعض كده. وعايز الخط الجميل بقى الجود هاند رايتنج، حسن الخط ده من مفاتيح الرزق. لازم عشان تحصل على الدرجة النهائية لازم يكون خطك جميل وخطك ممتاز. اول جملة بتقول ايه؟ Her skirt is very pretty. Her skirt جبتها is very pretty، جميلة جدا. Number two، He feels sick. He feels sick، هو يشعر بالتعب أو المرض. بقرأ براحتي عشان احنا بنكتب. Three، Does his stomach hurt؟ Does his stomach hurt؟ Does his stomach hurt؟ هل معدته أو بطنه تؤلمه؟ Okay. في exercise 4 read and write، اقرأ واكتب. Full stop، نقطة or question mark. Number 1، How are you؟ How are you؟ question mark مكتوبة. طب number 2، I have a fever. I have a fever. طبعا أخيرا إيه؟ full stop، بدأ بالضمير. 3، What's the matter؟ What's the matter؟ What's question mark، برافو. 4، My skin protects my body. My skin protects my body. My skin جلدي protects my body، بيحمي جسمي. full stop، جملة خبرية statement. 5، I feel happy. I feel happy، أنا أشعر بالسعادة. full stop. 6، Are you okay؟ Are you okay؟ question mark، هل أنت بخير؟ 7، She speaks English. She speaks English، هي تتحدث الإنجليزية. full stop، جملة خبرية. 8، آخر جملة، Can I get you some medicine؟ Can I، Can I، هل يمكنني، هل Can I get you some medicine؟ question mark، برافو، علامة استفهام. اوكي تعال الله ابطال، ننتقل للصفحة التالية. next page issues preventative health، الصحة الوقائية. عندنا قضية النهاردة الصحة الوقائية، keeping healthy، ازاي نحافظ على نفسنا صحيين. look read and match، انظر اقرأ وصل. انا هقرأ لك الجمل وانت هتركز على الصورة وتكتب النمبر الرقم بتاعها عند الصورة. number one، Don't touch your face، لا تلمس وجهك. Don't touch your face، طبعا صورتها دي محلولة. number two، Stay at home if you have a fever. Stay at home if you have a fever، ابقى في المنزل لو انت عندك سخونية. طبعا صورتها باينة خالص فوقها طبعا. three، Cover your mouth، غطي فمك. And nose، وأنفك. With a tissue، بمنديل. If you have a cold، لو انت عندك برد. 4، Eat healthy food، كل طعام صحي. Eat healthy food، طبعا الأبل. 5، Exercise، تمرن. Exercise. 6، Wash your hands with soap. Wash your hands with soap، اغسل يديك بالصابون. 7، Smile and be happy. Smile، تسم. And be happy، وكن سعيد. تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. Smile. Exercise 2 مع البيزي بي. Look at the pictures، انظر للصور. And write، واكتب. أوكي؟ عندنا ممكن تستعين ببعض الجمل اللي مكتوبة عندك فوق. Language هنا مركزة على will، جيدا، صحة جيدة. healthy food، طعام صحي. exercise، يتمرن. والساينس هنا طبعا ايه؟ personal hygiene. اوكي تعالوا الصفحة التانية برضو مكملة لنفس الموضوع. page 27، page 27 preventative health، صحة وقائية، لكن هنا personal hygiene، النظافة الشخصية.
ركز كده في الصور كويس جدا عشان هتعمل تريس، وانا هسيبك انت تعمل رقم او تنمبر للبيكتشرز، ترقم الصور. اوكي، لكن هوضح لك كل حاجه وكل الكلمات وهترجم لك معانيها. لوك اند نمبر، انظر ورقم ذا ستيبس، الخطوات، فور براشن يور تيث، لغسل اسنانك، زين تريس اند كلر، ثم تتبع بالنقاط ولون. اول جمله على الشمال كده بتقول ايه؟ براش يور تيث ويل، براش يور تيث ويل، اغسل اسنانك جيدا. الصوره اللي في النص اللي هي مكتوب جنبها نمبر 1، يوز يور براش، استخدم الفرشاه بتاعتك، يور ملكك. الجمله اللي فوق على اليمين، put your brush back، put your brush back، رجع فرشتك مكانها. جملة اللي مظللة بالأزرق على الشمال تحت، put some toothpaste، ضع بعض معجون الأسنان on the brush، على الفرشاة، put some toothpaste on the brush. آخر صورة هنا على اليمين، now your teeth are clean، الآن أسنانك نظيفة. طب واضح طبعا إن الصورة دي هي آخر صورة. اوكي، هتعمل ايه انت دلوقتي؟ تعمل لوك، تنظر كويس، ترقم الخطوات بتاعتها البراشنج، تريس، تتتبع بالنقاط، وكلر، وتلون. في اكسرسايز 2 نفس الكلام لكن بالعكس بقى، هير ار ذا ستيبس، خطوات فور واشنج يور هاندز، لغسل ايديك، ريد اند درو، اقرا وارسم. اول صوره او اول جمله طبعا الصوره انت اللي هترسمها، تيرن اون ذا ووتر، افتح الميه، turn on the water، طبعا ممكن تستعين ببعض الصور اللي فوق. number 2، wet your hands، wet your hands تحتها، wet your hands، بلل يديك. 3، take the soap، take the soap يعني خد الصابونة. 4، cover your hands with water، cover your hands with water، اغمر يديك او غطيها كامل يديك بالماء. 5، dry your hands، نشف يديك، dry your hands، نشف يديك. اوكي، اقرأ الجمل تاني اللي تحت، turn on the water، wet your hands، take the soap، cover your hands with water، dry your hands. هنا البيج، هنا بيج 27 مركزة على البيرسونال هايجين، يعني النظافة الايه؟ الشخصية. بيج 28، life skills، مهارات حياتية، empathy، تعاطف أو معرفة الغير. read and write the questions، اقرأ واكتب الأسئلة. في عندنا 4 questions، 4 أسئلة للمظللين باللون الأصفر، وفي عندنا تحت 4 answers، 4 إجابات. هنقرأ الأسئلة الأول بعدين نقرأ الإجابات، وتعالوا نطبقهم مع بعض نعملهم ماتش. أول سؤال، do you like your job، do you like your job، هل تحب وظيفتك؟ تحتها سؤال، what's your name، أي اسمك، what's your name. طيب السؤالين اللي على اليمين، What do you do؟ ما هي طبيعة عملك؟ What do you do؟ What do you do؟ السؤال اللي تحت على اليمين، Where do you work؟ أين تعمل؟ Where do you work؟ Where do you work؟ طيب عرفنا الأسئلة، تعالوا الإجابات. أول سؤال، I'm Sarah، أنا سارة. طبعا سؤالها فوق إيه؟ What's your name؟ برافو. السؤال اللي تحت على الشمال، طيب نمبر 2، I work in a hospital، أنا بعمل في مستشفى. يبقى إيه؟ Where do you work؟ السؤال اللي على اليمين تحت، Where do you work؟ طيب هنا عندنا 3، I'm a nurse، أنا ممرضة. I help sick children، I'm a nurse، أنا ممرضة. I help sick children. يبقى سؤالها، What do you do؟ اللي فوق على اليمين، What do you do؟ عرفنا طبعا آخر سؤال، Yes I love my job، نعم، Yes I love my job، Yes يبقى السؤال بهل، Do، Yes I love my job، نعم أنا أحب وظيفتي. I like seeing happy healthy children، بحب رؤية الأطفال سعداء صحيين. When they go home، عندما يذهبون للبيت. Exercise 2، Look find and write، انظر أوجد وأكتب. عندنا هنا 5 pictures، وعندنا طبعا كروس ووردز، كلمات المتقاطعة. أول واحدة hospital، ودي محلولة. number 2 هتبقى إيه؟ ها sick، برافو، هسيبك أنت بقى تدور عليها، sick، S-I-C-K، الناس اللي حافظة الكلام. number 3 healthy، باين خالص على الشمال أهي، أول حرف H فوق، healthy، صحي.
نمبر 4 دكتور 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 صف قبل الأخير. نمبر 5 نيرس 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 ممرضة الصف الثالث. اوكي طبعا دي بتعتمد على ايه؟ حفظ الكلمات، ما تعديش صفحة الا لما تكون حافظها كويس جدا، ومحدش من اولياء الامور يستعجل على الاولاد ويعمل مقارنة بينه وبين ولد صاحبه او قريبه او حاجة من ده. لا، امشي براحتك مع ابنك عشان يتأسس كويس. صح، لو طلع من تالتة ابتدائي من برايم 3 ولسه مش متأسس كويس هيبقى عندنا مشاكل بعد كده، ما تستعجلش وناخد كل مرحلة في وقتها ان شاء الله. اوكي page 29 صفحة 29 على الفيلوس، على القيم اندبندنس والاستقلالية والحرية. in hospital read and match، في عندنا برضو 7 sentences سبع جمل، وفي عندنا 7 pictures سبع صور. هنقرأ براحتنا خالص الجملة وهسيبك انت براحتك تبص على الصورة وتكتبها براحتك او تكتب الرقم، بس انا هوضح لك الجملة ومعاني الكلمات. نمبر 1 read and match، اقرأ ووصل. اول جملة كالعادة بتكون محلولة. My name is Hassan، انا اسمي حسن. I'm sick، انا مريض. I'm in hospital، انا في المستشفى. طيب خلاص دي تمام. تعالى نمبر 2 there are a lot of beds in my room. there are يوجد للجمع. a lot of كثير من beds سرائر. in my room في حجرتي. واضحة؟ برافو، سمع ناس بتقول سي، برافو عليك. ونمبر سي هتكتب عندها 2 3 I wake up، أنا استيقظت. and I eat breakfast، وأكلت فطاري. I wake up، أنا استيقظت، صحيت من النوم. and I eat breakfast، وأكلت فطاري. ها شايفينها؟ برافو فوق. نمبر A هتشحل أكتر من كده بقى، أنتوا كملوا الباقي. 4 nurses ممرضات help me يساعدوني. nurses help me، باين خالص النيرسز اهي. they give me medicine يعطيني الدواء. nurses help me they give me medicine يعطيني الدواء. 5 I study in the hospital too. I study انا بذاكر. in the hospital too، وقت صوتك سامعك بتقول بي، برافو عليك وبرافو عليك. I study انا بذاكر in the hospital too. طب 6 in the afternoon بعد الظهر. I see the doctor انا بشوف الدكتور. he is kind هو طيب او طيبة، دكتور او دكتورة. in the afternoon I see the doctor he is kind هو طيب. 7 I can go home استطيع ان اذهب للبيت. I can go home tomorrow استطيع ان اذهب غدا. I'm happy أنا سعيد. شايفين صورتها؟ جي؟ تمام، برافو عليك. يبقى الجمل سهلة وبسيطة وأنا ترجمتها لك، اسمعها مرة واثنين وثلاثة كده عشان الكلمات إيه تثبت معك. تحت خالص رول بلاي، هنمثل الأدوار في الفيلوز والإندبندنس عشان تثبت معانا الجمل وإن شاء الله نكون حفظناها. ما تنتقلش للصفحة اللي بعدها إلا لما تكون أتقنت دول يا بطل. فات الكتير ما بقى الا القليل، كل اللي جاي اكسرسايزز وتدريبات وحاجات سهلة وبسيطة ان شاء الله. page 30 project، وصلنا للمشروع making a poster to help the school، هنعمل بوستر عشان نساعد في المدرسة. نساعد ايه؟ الانشطة اللي احنا عملناها كلها. happy hygiene poster you will need، هتحتاج scissors المقص، glue صمغ، poster paper وcolored pens and pencils. مع بعض زي زمايلك كده تبدأ تلون ونجيب القص واللزق والوان بقى الجميلة. how to make your poster، ازاي تعمل بوستر بتاعك. choose your pictures، اختار الصور بتاعتك الاول. color your pictures، لونها كويس. cut your pictures، قطعها and stick on your poster، وعلقها على البوستر بتاعك. write ideas، اكتب الافكار to keep the school clean، عشان نحافظ على مدرستنا نظيفة. اوكي
بروجكت ده مهم جدا عشان الناس اللي عندهم بقى عايزين يكونوا فنانين ويبقوا حاجة كبيرة كده وينفعوا المجتمع بتاعهم، يركزوا على البيج ده كويس جدا جدا. اوكي يا ابطال، شو اند تيل، شو وضح واخبر الناس اللي عملت البوستر. خلصتوا بسرعة كده، انت ما عدش ثواني. في اللانجويج، I cover my face، بغطي وجهي. When I have a cold، عندما يكون عندي برد. I drink water with lemon، بشرب water بالليمون، مية بليمون. When I have a cough، لما يكون عندي كحة. تحت هنا السيلف اسسمنت، تقييم لنفسك. ده بعض أولياء الأمور سألوني فيه كتير، بيقولوا إزاي. طبعا ده لازم تكون تقييم صادق مع نفسك ومع ابنك أو مع بنتك في كل المهارات اللي كانت موجودة في اليونت، في الريدين، في السبيكين، في الرايتين، فونكس، سيلف مانجمنت، البروجكت نفسه، كل حاجة عدت علينا في الوحدة. هو جايب لك هنا I can read، استطيع ان اقرأ كذا. طب I can read كذا، I can read كذا، I can trace، I can. خلاص، يبقى انا بقعد مع طفلي واشوف الحاجة وبلونها وبحفزه وحدة بوحدة بوحدة عشان يعرف ان احنا خلصنا دي ولسه ما خلصناش دي، وبحس ان احنا نوصل لاعلى مستوى باذن الله تعالى. Page 32، play time، وقت اللعب. حفظنا وتعبنا وذاكرنا وكتبنا كتير، تعالوا يلا نلعب مع بعض. complete the crossword، اكمل الكلمات المتقاطعة with words from the unit، من كلمات من الوحدة. عندك هنا هتبص للصورة وتكتب الكلمة. number one هنا cough، مكتوب السي والاتش في الاخر، كمل انت الكلمة يا بطل. اوكي، cough. عندك هنا الكلمات اهيت 1 2 3 4 5 6 7، ركز فيها كويس وبص على صورتها. الكلمة اللي انت حافظها اكتبها على طول، واللي مش حافظها راجع احفظها الاول وبعدين ابدأ حل على بعض. وهي كلها مركزة على illnesses، على الامراض، وعلى parts of the body، اعضاء الجسم اللي كانت مركزة عليها الوحدة. exercise 2، color the body parts، لون يا بطل اجزاء الجسم. color the nose yellow، هنلون الانف باللون الايه؟ الاصفر. color the mouth red، والفم باللون احمر. color the eyes blue، لون العينين بالايه؟ بالازرق. color the hands orange، هنلون الايد برتقالي. color the feet black، ولون القدم اللي تحت خالص الصغيره باللون البلاك. اوكي، هيطلع عفريت في الاخر، لا طبعا هتطلع صورة ايه جميلة. وطبعا نحدد ونلون داخل البادي، ما نلونش بره عشان يطلع شكلها جميل. اوكي، بيج 33، اخر بيج معانا في يونت 2، في الوحدة الثانية بارت 2، الجزء الثاني. play time، وقت اللعب. match the part of the body to its function، وصل اعضاء الجسم بكل وظيفة ليها. يعني number one، it digests food، انه يهضم الطعام. من اللي بيهضمه؟ الهارت، البونز، السكين، ولا الستومك؟ برافو، ستومك. نمبر 2، it pumps blood، بيضخ الدم. هارت، القلب، A 2A. 3، it helps us move، it helps us move، بتساعدنا ان احنا نتحرك. بونز، B. It protects the body parts. It protects the body parts. Number C is skin. Okay. طيب تحت هنا circle the question mark or full stop. جايب لك في نهاية الجملة اتنين من البانكشويت، من علامات الترقيم. هنشوف الجملة. يعني أول جملة What's the matter؟ مفروض يكون أخيرها إيه؟ question mark. برافو عليك. Number 2 قصادها مش تحتها. The cat is on the bed. The cat is on the bed. برافو، فول ستوب. ده جملة خبرية من السؤال دي. 3، where is يوسف؟ where is يوسف؟ أين يوسف؟ أين؟ question mark، واضحة. 4، how do you feel؟ how، كيف تشعر؟ how، كيف؟ برافو، question mark. اوكي، يبقى عندنا what، where، how، 3 question words، 3 أدوات استفهام. read and complete with CK or SK. طبعا دي سهلة جدا. عندك سك، ها، برافو، CK.
انا هقول وهصبر شوية كده عشان اسمعك. طيب skin اسكي، برافو. skirt اسكي، very good. black ck، very good. sky sk، برافو عليكم، ممتازين. بكده يا ابطال يا عظماء يا عباقرة وصلنا لنهاية unit 2 الوحدة التانية لمنهج connect prime 3. وفي اي سؤال واي استفسار سيبولي تحت في الكومنت وانا ارد عليك. هسيب لك لينكات كل القوائم التشغيل بلاي ليست اللي انا عاملها عشان لو ليك اخوات عايزين يذاكروا المناهج بتاعتهم. كورس الجرامر موجود عندك، كورس الفونكس، كورس المضادات موجود كماني، او في بعض الاغاني لو انت حابب انك تسمعها بتحفظك المنهج بطريقه سهله، الضرع البسيط، حروف الجر، الماضي البسيط، حاجات انا عاملها كده اقل من دقيقه وباذن الله توصل لك المعلومه بطريقه سهله جدا. Thanks for watching. شكرا على المشاهده. باي باي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.